سلام سلام، انا راني في الكروس دابا ومحدي هنايا. قلت نهضر لكم على واحد القضيه هذه يقدر تكونوا ما عارفينهاش، وانا براسي ما كنتش عارفه صراحه. جيت لهنايا عاد اكتشفت هذا البلان اللي مسمح لي على هذا لونغلي هذه كما كتشوفوا. نهار اخر لعبت حوايج اخرين يعني نهار اخر، وقلت لكم عاد تفكرت معك كان شنو كاين. كان ثلاثه دي ليو ديال هاد لا شومبر هادي، وجيت مع صاحبتي مشات لمدينه اخرى، وانا اللي تكلفت بهذه القضيه هادي وجيت سميت. المهم هاد ثلاثه دي ليو شنو هي؟ هي فاش كتبغي تخرج كتجي واحد هذيك فام دو ميناج كتجي كتشوف لا شومبر كي دايره، يعني واش خسرتي شي حاجه، واش كلشي هو هذاك، واش الحيط مثلا لونتي، المهم اي حاجه زعما كينقصوها لك من داك الفلوس. حقاش انت في الاول بحال كتعطيهم واحد الكارونتي، كتعطيهم واحد المونطون ياك على حساب بيان سور شنو كريتي، وفي الاخر كيشوفوا واش داك الشيء كيما عطيوه لك كيما رجعتيه لهم باش يعرفوا راسهم واش يرجعوا لك الفلوس كاملين ولا ينقصوا لك منه. هادشي اللي كان شي علاش كنت هنايا. دونك كما كنقول لكم كنت نقول لكم واحد القضيه على سوابس. شنو هي سوابس؟ سوابس سيادي هي كاينه واحد لاصال دايرينها في ليكول سميتو فيها لاصال، يعني ما كنعنيش بها لاصال مثلا ديال الميسكولاسيون بوحديتها، بل كنعني بها كاع انواع ديال السبور اللي طاح لك على بالك. يعني كاينه لاصال ديال الميسكولاسيون، كاينه مثلا ليكور ديال الباسكت، كاينه ديال الكره، ديال الهوند، ديال الفولي، ليكيتاسيون، ناتاسيون، اي حاجه تقدر تخيلها كاينه. واللي زوين فيها انها فابور بالنسبه لي زيتوديون، واصلا في الاول غتكون غتخلص واحد المونطو واقيلا 91 اورو ولا شي حاجه، وهاد 91 هدف داخل فيه هذا الشيء اللي قلت لكم نقول لكم عليه دابا. يعني هذيك اللي كتخلص كتستافد منها بالسبور. وشنو الحاجه الوحيده اللي كدير هو انك خاصك تغيزيرف. يعني شنو كدير؟ مثلا انا بغيت ندير مثلا اليوم ندير مثلا لا ناتاسيون، كندخل للسيت السيت ديال المهم ديال المدرسه ديال كل شي حاجه، كتدخل كتلقى ديما كاينه واحد الفنادق ولا واحد السيت اخر زعما في ليكول ديال هاد سوابس هذا، كتدخل كتمشي كتريزيرفي سيونس. يعني في اي سبور نتايا بغيتيها ولا تخيلتيها ولا بغيتي تجربها كما انا صراحه جربت شي وحدين كنت صراحه باغا نجرب ليكيتاسيون، ولكن فيما كنت كندخل كنلقى ديما عامر مع اون فوا كتحل شي حاجه دغيا كيعمروا معمروا البلايص وداكشي، يعني صعيب. يعني هادشي اللي كاين. واللي زوينه في هادشي كيما قلت لكم فابور، يعني انت كتدخل اصلا كيكون عندك واحد الكونت ديال اليونيفرسيتي فاش كتجي كيعطوك الايميل ديالك وداكشي، يعني كتدخل بداك الكونت كتدخل كتريزيرف كتمشي دير السبور اللي بغيتي. يعني هذا واحد لافونتاج كبير بزاف، وها نتوما بقاو معايا انا غادي نخرج ونحاول. ما عرفتش حقاش ما عرفتش واش غايبان لكم شي حاجه ولا واش تكون حاله ولا ما حالاش، المهم كلشي كاين كاع انواع السبور حتى من الجيمباز كاين. واحد النهار والله كنت دايزه واحد كبير فريمون كبير وكيلعب الجيمباز، وخا مسكين كيبان ليا محل كيدار مع هذوك الحركات مع اصلا فاش كنكبروا حنا شويه راه كنشكر فوبيانش وهو عذلك مضار. يعني هذه واحد الحاجه اللي زوينه صراحه عجبتني وبالضروره نهضر معكم حقاش يلا تفكرتها. يعني واحد لافونتاج كاين هنا زوين، يعني تقدر مثلا انت واحد سبور عمرك درتيها ولا عمرك جربتيها وما عندكش فكره، يعني كتمشي تجربها وكتشوف فهمتي، وكيكون اصلا هذاك المدرب اللي معاك كيكون بروفيسيونال، يعني ماشي نامبو، يعني كيكون واحد الشخص اللي كيعرف داك الشيء وهذا كيمشي كيدربك وصافي. هادشي اللي كاين. ايوا المهم هادشي اللي كاينه الساعه تلقى لكم عاوتاني شي معلومه اخرى نبارطاجيها معكم. الله يعاونكم. المهم كملوا الفيديو. المهم دابا مع 12 ما كاين حتى شي واحد كما كتشوفوا ني خاويه. هاد الباتيمو هادي هي لاصال، هادي اللي فيها تيران الباسكت لداخل، فيها لاصال ديال الجودو، فيها هاديك كما قلت لكم ديال الجيمباز، فيها شنو كاين ثاني اخر ديال الهوند، كاين لاصال ديال ميسكولاسيون حتى هي، يعني فيها كاع دوك المهم لي طابي داك اللعيبات ما عرفتش صراحه سميتهم والله ما نسكت. المهم بزاف د الحاجات، يعني اي حاجه تقدر تحتاجها كاينه كاينه. خلاص صبر كاين دوك لي با دوك البارات كاينين تما برا بالنسبه للناس اللي بغاو يديروا برا، مهم داكشي في شكل بزاف. واللي زوين هنا كاينه واحد الغابه علم زويناتها انا غنديكم تشوفوها حتى هي، يعني بحال هكا مثلا كبغيتي تمشى في الصباح ولا بغيتي تجري في الصباح، مهم يعني في واحد الموقع خطير جدا جدا جدا.
ها هي اللعبه اللي قلت لكم، ها هي هنا طوماس سدينا الريدويات ممكن تشوفوا هذه هي المهم عجبتي كامله في هذاك الشيء ديال السبور ورا ما تغنى ديال الباسكت اللي برا بالنسبه للناس بغاو يلعبوا برا صافي هذا الشيء اللي كاين هنا بعدا ايوا خوتي لقيت واحد الزعلوله اللي كنزعلش فيها دابا قلت لكم صافي بقيت كنتمشى المهم نخلو القيفار كما كتشوفوا لقيت هاد الزعلوله واحد البلاصه ديال الدراري هكا كيلعبوا فيها هانتوما شفتوا كاين خلصت غادي ديال الباسكت عاوتاني علي ما بغاش يتريني يلعب الباسكت صراحه قلت لكم صافي هادشي اللي كاين وكاين هاد البلايص بزاف هنايا زعما فين ما مشيتي في اي بلاصه كتلقى فيها واحد المجمع سكني مجمع سكني كتلكون اللعيبه هادي يعني فهمتي كاينين ديما الدراري الصغار فين يلعبوا حتى الدراري الكبار اللي فحالنا فهمتي ايوا قلت لكم هادشي اللي كاين لكم هاد النوع ديال الفراخ شكل كاين هنا بزاف وفاش كيتمشى كينقض مازال دابا راه دابا راه كيتمشى عادي اما نورمالمون كينقض هانتوما ها اللي كيتمشى هادي هي اللي عرفتي لونو واعر بزاف صح ما عرفتش شنو هو هاد النوع المهم اللي كيعرفوه يحطو في كومونتير ولكن واعر صراحه بزاف هذه هي لونيفرسيتي الاخرى اللي قلت تكون كاينه في الوسط المدينه وهذه هذه لونيفرسيتي هذه سميتو هذه ديال السيونس ياكو هذه ديال السيونس فيها داكشي الشيمي فيها شنو ثاني اخر بيولوجي داكشي وهذه ديال لاتر هذا سميتو هذه لونيفرسيتي هذه ديال لاتر وسميتو شنو الاخر سميتو المهم عقل صراحه المهم هادشي اللي كاين ما ديال بلاصه خلاص هذا باركينغ وهنا كاينه لادمنستراسيون هنا فين كنت تقيت اول مره فاش كتجي كتقيد هنايا باش كتاخذ ديك لاكارت ايتوديون ديالك وكلشي وكتخلص داك لي فري تما كاينه الريستو ها هي هذه ريستو ديال غابلي وهذه هي غابلي هي الكروس اللي كنت صورت لكم من داخل داك النهار يعني بالنسبه لي مثلا اللي غيقراو هنايا في اليونيفرسيتي هذه قريبه ليهم بزاف وش اللي ما ماشي في نفس هذه كاينه هنا لا غيبيوس راه هي كتقدر تاخذها وتركب فيما بغيتي زعما تمشي فيما بغيتي كيدوز داك البوس اللي كيدور على تقريبا المدينه كامله دونك هادشي اللي كاين وتما الريستو بحال ديال المدرسه كتاكل فيها وكلشي كتخلص واحد الثمن اللي هو ناقص وكيعطيوك غوبا كامل فهمتوا فيه مثلا الغداء فيه الدسير فيه شنو تشرب المهم داكشي كامل كاين